انا هوديك جاردن سيتي، شقة واحدة ست شيك كلاس، هفهمها انك انت متخانقة مع جوزك ومستنية في مكان ما حدش يعرف يوصلك ليه الا لما تصطلحوا كده، ابقى مطمن عليك ان مفيش حد هيقدر يوصلك. ابو طالب بيه، شرف عظيم لينا ان انت حضرتك تشرفنا. شرف لينا يا هانم. هايدي بنتي هترتاحي معاها قوي دورية هانم. اهلا وسهلا، اتفضل. ايه ده يا بابي؟ ده عيد ميلاد. عيد ميلاد مين؟ عيد ميلاد امها. اهلا وسهلا، اتفضلي. دي اوضتك يا هايدي هانم. لو احتجتي لاي حاجه بس كلمي دورية هانم، تبعت لك الشغاله طلباتي كلها يا حبيبتي موجع. وبعدين عايزك تبقى مطمنه، انا همر عليكي من حين لاخر واطمن عليكي. اوكي، ليك حلوه بقى كده. بس ما تفتحيش لاي حد علشان ما حدش يزعجك. عايزه حاجه مني يا روحي؟ يروحوا باصي بعض. يلا بقى عشان تطفي الشمع لامك. جو البيت ده جديد قوي، شغل قمصان النوم في الشارع ده. ما تنجزي بقى وتيجي، بتاخدي كام يعني؟ على فكره انا واحده محترمه، بس الظروف هي اللي خلتني امشي في الشارع بالمنظر ده. انا ينفع اخد موبايل حد فيكم؟ لازم اعمل مكالمه ضروري. يا عم بالراحه عليها، ده شكل جوزها طاردها وضاربها.
بقول لك ايه طيب؟ ما تيجي ناكلك ونشربك يا ربي ونذاكر لك نرجع معاك البيت نضرب لك جوزك كمان غور من وشي انت مين يا بنتي؟ في ايه؟ الاقي معاك موبايل. موبايل؟ وانت ايه اللي منزلك في نص الليالي كده باللبس ده وتسالي على الموبايل؟ انت باين عليكي بنت ناس. معلش يا حاج هي ظروف بس عشان خاطر لو معاك الموبايل تديهولي دقيقه واحده بس. موبايل ايه وانت لابسه اللبس ده يا بنتي وهتمشي في نص الليل كده هتطمعي فيك الكلاب السكك. ما انت عندك حق بس لو معاك الموبايل انا فعلا محتاجه اعمل مكالمه ضروري عشان خاطري. والله العظيم ما في رصيد يا بنتي، عيالي بيكلموني منه وما فيهوش فلوس. طب انا متشكره يا عم الحاج. خد يا بنتي راحه فين؟ ايه بتعمل ايه؟ خد يا بنتي استوري نفسك يا بابا. لا 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 هي وسخه اه وريحتها وحشه بس احسن من ناس كتير يا بنتي. خليها معاك عشان خاطري عشان انا مش هلبسها. لا يا بنتي انا كده كده ماشي. لو سمحت ممكن استخدم الموبايل؟ انا معيش فلوس بس محتاجه اعمل مكالمه ضروري. لا ما ينفعش يا ست عشان خاطر هي مساله حياه او موت مش هطول دقيقه واحده بس. حاضر اتفضلي. متشكرة قوي شكرا. الو الو يا دينا. دينا انا هايدي انا هايدي. بصي اسمعيني انا في الشارع ومعيش موبايل ولا فلوس. بعدين هحكي لك بعدين. انا محتاجاكي تكلمي عم شكر السواق وتخليه يجي ياخدني من الشارع ده. اسمه ايه الشارع؟ ابراهيم نجيب. الشارع ابراهيم نجيب في جاردن سيتي. انا عند ميني ماركت كده صغيره. خليه يجي لي على هناك. يلا يا ست هانم ده مش تليفون بايه. حاضر حاضر. بصي ما تتاخريش انا في الشارع لوحدي وخايفه قوي عشان خاطري. يلا بسرعه يا دينا والنبي. يلا باي باي باي. متشكره قوي شكرا. العفو العفو. انت هتفضلي واقفه هنا يا ست هانم ولا ايه؟ انا هستناهم دقيقتين بس مش هطول. لا ما ينفعش ده مكان اكل عيش. اتفضلي اقفي بعيد بقى لو سمحت. يلا توكل على الله خلينا نشوف رزقنا. بس 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 اقف هنا. فين هي؟ هي اظن ان هو ده يا عم شكري على حسب الوصف يعني. معلش بليز يا عم شكري ممكن تدخل كده تسال اي حد جوه يمكن يبقى شافها ولا حاجه. نساله ما نسالش ليه؟ السلام عليكم يا بلدينا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عمر يا استاذ ما شفتش واحده هانم كانت واقفه هنا من شويه ومستنيه ناس. هانم؟ هانم يعني ايه هانم؟ هانم يا باشا زي اللي بيجوا في التلفزيون دول. ايه ده ايه ده هايدي؟ ايه اللي انت حامله في نفسك ده؟ احكي لك انت كويسه؟ طيب اهم حاجه كويسه خالص. يقول لك ما عندوش الا حلاوه وطحنيه. يال يقول ايه يا ناس الطهيدي؟ ايه المرمطه اللي انت فيها دي؟ خلاص يا عم شكري اطلع دلوقتي وانا هطلع. انا هسلم نفسي خلاص. ايه ده؟ نو واي. ايه اللي بتقوليه ده؟ انا مش قادره استحمل اكتر من كده. انا مش هفضل هربانه ومجرياكوا ورايا وعامله لكم مشاكل. انا ما عملتش حاجه وانتوا مالكوش اي ذنب في اللي انا فيه. وانت ذنبك ايه يا هايت؟ ثلاثه بالله العظيم ثلاثه منورنا البيت يا هوانم. منور نادر بيه. الله يخليك يا عم شكري. اتفضل. هايدي اسمعيني كويس. انت مش هتفضلي هربان على طول ولا اي حاجه من الكلام ده. في نفس الوقت بدرس القضيه عشان اعرف اتفاوض مع البنك وبشوف الفلوس اللي لينا بره. يعني اكيد ان شاء الله هيكون في حل. بس على ما نلاقي الحل ده بقى سيادتك مش هتستحملي تقعدي في اي حجز او حبس لمده ساعه واحده يا هايدي. انت مش متخيله ده معناه ايه. وانت مش متخيل يعني ايه افضل هربانه زي المساجين والمجرمين. انت ما شفتش اللي انا شفته يا نادر. يا حبيبتي المشكله ان انكل ابو طالب هو اللي بعتك المكان الغريب ده. بس لو رحتي قعدتي في اي مكان محترم وقتها اصلا مش هيكون في مشكله. انا اعرف واحد ممكن يعمل لها بطاقه باسمه شخصية مستعاره. هي هتاخد شويه وقت ومش هتقدر تستخدمها الا في اضيق نطاق. بس هي طريقه برضو. هايدي انا عمري في حياتي ما عملت كده. لكن انا عارف ومتاكد انك مظلومه فمش هقف اتفرج عليكي. يعني المهم دلوقتي نفكر هتقعد فين يا عم شكري. محمد جوزي كالعاده مسافر. تعالي اقعدي معايا. ما ينفعش يا دينا. قلنا اصحابها وقرايبها ما ينفعش.
طيب ما ينفعش تروح تقعد عند اهل محمد في الشاليه بتاع عين السخنه؟ برضه ما ينفعش، ما ينفعش تبعد قوي كده، وبعدين كل ما الناس حواليها قلت كل ما هتبقى مكشوفه اكتر. صلي بينا على النبي يا جماعه. عليه الصلاه والسلام. انا بقى عندي المكان اللي اقدر اتاوي فيه هايدي هانم الدبال الازرق، ما يعرف لكيش طريق جره. فين؟ بطن البقره. نعم؟ بطن البقره. اللي تاخدك من قسى الدنيا بحنان، واللي ضحكتها بتديك الامان.